تلك المواقف التي لربما تهدد استقرار هذه المنطقة وتقف حجر عثرة أمام هذا المسار السياسي، مواقف الجزائر وصنيعتها الحركة الانفصالية البوليساريو. أين تضع الأطراف الأخرى نفسها الآن في معارضة هذا المسار الأممي؟ باختصار شديد لو سمحت. فعلا يعني المغرب يعي وكما هو الشأن بالنسبة حتى للأمم المتحدة، ونلاحظ هذا كذلك حتى في قرارات مجلس الأمن التي تثمن يعني أجواء الاستقرار وأجواء يعني يعني أجواء السلم التي تسود فيها الأقاليم الجنوبية، وفي ذلك وعي من مجلس الأمن على أن أي خيار يعني تصعيدي وخصوصا من جانب الخصوم من جانب البوليساريو التي كلما حقق المغرب مكسبا كلما تهدد باللجوء إلى القوة وإلى يعني الخيار العسكري، فهذا يبرز طبعا وعي المغرب كذلك بأهمية هذا المشروع فيما يتعلق بتجنيب المنطقة من والسلم والأمن الدوليين يعني تبعات يمكن أن تكون تبعات خطيرة جدا. شكرا. وأعتقد بأن كما ذكرتم العالم أصبح يعني واثق فعلا بأنه خيار المشروع الحكم الذاتي هو خيار واعد ويمكن أن يجنب المنطقة